أحد الكتاب الفلسطينيين أخذ عليك في تعليقك على الصراع بين حماس وفتح بأنك اختزلته في أنه قائم على أساس أن طرفا يقاوم ومع المقاومة وطرف آخر ضد المقاومة في مصادرة واضحة للتاريخ كما قال هذا الكاتب، ألا توافق على ذلك؟ لا أوافق على هذا. ألا تجد نفسك مثلا تصطف مع حماس ضد فتح في هذا الخلاف؟ أنا مع المقاومة ولست مع أحد بذاته. هل تقول بأن فتح ليست مع المقاومة؟ أولا فتح أصبحت الآن تحتاج إلى تعريف جديد، لأن فتح أصبحت أجنحة متعددة، والموقف الرسمي المعلن أنهم ليسوا مع المقاومة وخصوصا المقاومة المسلحة، وأظن هذا معلن على لسان رئيس السلطة ورئيس الوزراء. طب هل تقول بأن ما فعلته مثلا هذا، نحن ننقل قول الآخرين في الواقع، ما فعلته مثلا حماس في عام 2007 حزيران يونيو من سيطرة على الوضع في غزة كان مقبولا مثلا؟ هذا جانب مثلا من الجوانب المقبولة في سياسة حماس؟ يعني هذه مسألة دخول في التفاصيل، أنا أظن لا، وهذا جزء مهم لأنه يعني نعم الموضوع نعم هذه نعم كانت نقطة تحول كما تعلم. صحيح صحيح، أظن أن حماس لم يكن أمامها خيار آخر غير أن تقوم بما قامت به، لأنه الوقت لا يتسع لسد الخلفيات، ولكن دفعت حماس دفعا. من دفعها؟ السلطة والرئيس محمود عباس ومن معه. الجزء الثاني من الموضوع الحصار، أنت اتهمت الحكومة المصرية بأنها تساهم في الحصار على غزة؟ أنا للأسف أعتقد هذا. ما هو دليلك على ذلك؟ دليلي أن إغلاق معبر رفح ليس مقبولة من الناحية القانونية، وأنه قرأنا ما هو التسويق القانوني أنه يعني غير مقبول، تقول أنه غير مقبول؟ مصر لم تكن طرفا في اتفاقية التي نظمت معبر رفح، كانت الاتفاقية كانت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومصر ألحقت بها في وقت لاحق، وبالتالي لم نكن طرف واحد. طب ألا توافق يعني سيد هويدي مع ما يقوله المصريون في الواقع والحكومة المصرية بأن لها أيضا اعتبارات أمنية في النهاية، تفتح وتغلق، يعني لن تفتح هناك حسب القانون، حسب القانون الجنائي الدولي بشكل عشرات مثلا، هناك حسب القانون الجنائي الدولي المساهمة في حصار أي جماعة من الناس هو جريمة ضد الإنسانية. ومن أوقف الحجاج الفلسطينيين في الآونة الأخيرة؟ أيضا مصر؟ ألم تكن حماس يعني كما يقول البعض؟ يعني هذه مسألة لها نكون واضحين، هذه مسألة لها ملابسات، وأنا شخصيا أفضل سيد أنه سيد هويدي أنت الواقع عندما يأتي الأمور إلى حماس لا 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 لا, 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 لا أنا هوضح فضل. أنا كنت أفضل أن حماس تسمح للحجاج أنهم يعبروا، وكان هذه من الأخطاء التي وقعت فيها حماس. سيد هودي، في ندوة في الواقع عن الأوضاع في غزة لابد تتذكر أوائل هذا العام أجهشت بالبكاء في الواقع، واتهمت الشعب المصري أيضا ليس فقط الحكومة المصرية بأنه بطبعه شعب ميري بين قوسين حكومي يتأثر سريعا موقف السلطات المصرية، هل قلت هذا؟ إلى حد كبير هذا صحيح، ولكن لا أريد أن أعمم، لأنه الشعب المصري يعبأ إعلاميا وهو دائم التضامن مع القضية الفلسطينية وحينما يتاح له هذا، ولكن أحيانا بحسب التعبئة الإعلامية الشديدة والقوية أحيانا يعبأ الناس ضد كما حصل في عبور معبر رفح. يعني ألا يعني البعض قد يرى في ذلك قولك بأن الشعب المصري شعب ميري أو شعب حكومي، ألا ينتقص هذا من مواقف الشعب المصري الكثيرة التي وقفها على مدى سنوات؟ ليس انتقاصا من الشعب المصري، ولكنه تقدير لقوة ونفوذ الإعلام الذي يبذل مجهود كبير ويحقق جهد نجاح كبير في تشكيل إدراك الناس. الشيخ يوسف القرضاوي عندما تحدث عما سماه بالتمدد الشيعي الإيراني، أنت في الواقع انتقدته لذلك، يعني على أي أساس انتقدته في ذلك؟ أولا الشيخ يوسف له مقامه الذي ينبغي أن نقدره في كل مناسبة، ولكن أنا اعتبرت أن هذا الكلام يصرف انتباه عن التحدي الحقيقي الموجود في المنطقة ويثير قضية لم يكن ممكنا أو ما كان ينبغي أن تثار في الصحافة ويشغل بها الرأي العام. طب هل تقول يعني سيد هويدي بأنه لا يوجد من منظورك يعني حملة تشييع مثلا في مصر أو في غيرها؟ أنا من حيث المبدأ لا أستطيع أن أعمم، لا أستطيع أن أعمم معلوماتك، لأنه في مصر يعني أنا يعني قلت أنه في مصر مثلا يعني البهائيين أو يعني المثليين أو أكثر كثير من الشيعة، فلماذا مصر فيها 80 مليون حينما تتحدث على 150 شيعي؟ فمش إشكال يعني هذا يركبونا في باص في الطريق. لا هو لم يتكلم عن مصر بالذات، ربما كان يتكلم عن ولهذا المجتمع السني بشكل عام، ولهذا كان ينبغي التحديد والتدقيق في المواقف ما المقصود، لأن الكلام أخذ على إطلاقه، وكان ينبغي أن يميز أي ما المقصود بهذه الدعوة بالتحديد.